بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا لوجه ربنا، للوصول إليه، وصول الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نحن وذريتنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. نكمل قراءة ما تبقى من التيمم، وهو مقصد هام من مقاصد الطهارة على فقه السادة الشافعية، كما ورد في حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في فرائض التيمم. فرائض التيمم أي أركان التيمم. قلنا أن شروط التيمم: تحقق فقد الماء بعد دخول الوقت، وقد يكون هذا الفقد حسي وقد يكون هذا الفقد شرعي. ثم بعد ذلك ندخل في كيفية التيمم، كيف أتيمم؟ لابد أن أتيمم بعد دخول الوقت، لا يجوز أن أتيمم قبل أن يؤذن المؤذن للصلاة المرادة، بخلاف الوضوء. الوضوء لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت لأنه عبادة، يعني طهارة أصلية قوية. أما التيمم فهي طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ألجأ للضرورة إلا عند الحاجة إليها، ولا حاجة للصلاة إلا عند دخول الوقت. فلا يجوز أن أتيمم إلا بعد دخول الوقت. كيف أتيمم؟ يقول: وفرائده أربعة أشياء. فرائد التيمم أربعة أشياء، نقرأ أولا من الهامش: أحدها النية، وفي بعض النسخ أربع خصال: نية الفرض، أي نية استباحة فرض الصلاة. نية الفرض أي نية استباحة فرض الصلاة. فأنت تنوي في التيمم، تقول: نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، لا لرفع حدث لأنه لا يرفع حدث، ولا تقول للصلاة مطلقا لأنها تنصرف على النافلة، ولا تقول لنافلة الصلاة فإن هذه النية لا تجزئ لصلاة الفريضة. فلذا يجب في نية التيمم أن تقول: بسم الله. بسم الله سنة من سنن التيمم، البسملة. تقول: نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، هذه أكمل نية. وتكون النية مصاحبة لنقل التراب حتى يأخذ أول جزء من الوجه، تكون النية مصاحبة مع نقل التراب اللي فيه غبار. ما احنا قلنا لو قلنا الصلاة انصرفت للنافلة لازم تقول فرض الصلاة لأنها طهارة ضعيفة، فالطهارة الضعيفة تحتاج لتقييد واضح لأنها ضعيفة، بخلاف الوضوء. لو قلت نويت الوضوء للصلاة، لاستباحة الصلاة، تصلي بيه فرض ونافلة وزي ما انت عايز، لكن التيمم لا، لازم تنص على الفرضية في الصلاة. يبقى النية، وفي بعض النسخ أربع خصال: نية الفرض، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل لأنه ملحق به، وصلاة الجنازة أيضا يستبحها معه لأنها فرض على الكفاية أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض. يعني لو نوى النفل فقط لم يستبح معه الفرض، لو نوى التيمم لاستباحة نفل الصلاة لا يستطيع أن يصلي به فرض، يجب أن يتيمم تاني عشان يصلي به فرض. وكذا لو نوى الصلاة مطلقا، يعني لا يستبح به الفرض، وكذا لو نوى الصلاة مطلقا، يعني الصلاة بس، نويت التيمم لاستباحة الصلاة بس، لا النفل ولا فرض، يبقى لا يستبح بها إلا النفل. واضح؟ وصلاة الجنازة، لكن فرض الصلاة لا.
احنا قلنا لانها صلاه، الصلاه اذا اطلقت يقصد بيها الاقوى ولا الاضعف؟ هنشوف الطهاره، لو الطهاره قويه، لو طهاره قويه تبقى الصلاه مطلقا يقصد بيها القويه والضعيفه، لانها طهاره قويه زي الوضوء زي الغسل بالماء. لو طهاره ضعيفه احتياطا احملها على الاضعف، لان الاحتياط مطلوب، مش يقول لك الاحتياط في الدين مطلوب. وكذا لو نوى الصلاه ويجب، يجب بقى زمن النيه هنا، عايز يقول لك بقى زمن النيه، قال لك الاول ايه هي النيه كيفيتها، بعد كده عايز يقول لك زمنها. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه، يبقى ايه؟ تبقى زمنها، زمن النية دي امتى؟ وانا بنقل التراب للوجه. واضح؟ ده زمنها بقى. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. الاستدامة إن نيته تفضل مستديمة لحد ما يمسح. طب افرض انقطعت، يبقى ينوي مع مسح الوجه. لكن تعمل لي يقول لك الاستدامه واجبه مع قرن النيه على اساس ان المده دي مده بسيطه قوي. فلا، لكن افرض ان انا بعد ما ضربت على الارض ونويت وناقل، وانا بنقل كده لا انتقد، طلعت ريح، طلعت ريح، فهمت ازاي؟ في اللحظه دي عملت يعني ناقد، يبقى انوي تاني واكمل، ما ارجعش اضرب، انوي تاني واكمل مع مسح اول جزء من الوجه. خدت بالك بقى؟ يبقى الاستدامه مش مطلوبه لذاتها، بل هي مذكوره ضمنا لانها فتره بسيطه، ولكنها غير مطلوبه لذاتها، بحيث لو فعلت ناقدا في اثناء ايصال التراب عليك ان تعيد النيه مره اخرى قبل مسح جزء من الوجه. فهمت القضيه؟ واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. طبعا الكلام ده مرجوح، الكلام ده مرجوح، يعني في وجه مرجوح يقول لك إنه لو أحدث وهو بينقل يقوم يرجع يضرب تاني. لا، إحنا نقول الراجح إنه ينوي تاني، بس ينوي تاني طالما لسه ما وصلش. واضح؟ ينوي تاني في السكة كده، سهلة دي. والثاني من فرائض التيمم، والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. يبقى ضربة للوجه وضربة تانية ايه؟ لليدين الى المرفقين. يبقى ادي ايه؟ التاني والتالت. يبقى الوجه فرض واليدين الى المرفقين فرض كمان، يبقى دي ثلاث فرائض، النية والوجه واليدين. طب والرابع؟ وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين خلافا للمالكية. المالكية ما عندهمش ايه؟ عندهم الى المرفقين سنة، والواجب هو الكفين بس والوجه، وده المالكية في الفرائض. لكن السنن عند المالكية يوصلها للمرفقين. الشافعي عندهم لا، ده للمرفقين فرض مش سنة، واخد بالك؟ ويكون مسحهما، مسح يعني الوجه واليدين المرفقين، بضربتين. ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كافة، يعني مش شرط تضرب كده، يعني ممكن تحطها كده بس وخلاص، مش شرط اضرب يعني، خدت بالك؟ يعني اضعها بس مجرد اضرب. افرض الدنيا مطربة زي ايه في ايام الخمسين في مصر، وعايزة تيمم، اعمل ايدي كده بس، تراب جاي اعمل ايدي كده يخبط في ايدي وانوي واروح ايه موصل وضرب تمشي. لا، ما احنا قلنا خلاص طالما له غبار، طالما له غبار عليها غبار اه، لكن عاملها بالمكنسة الكهرباء ومنظفها تمام، مش عليهاش غبار. احنا لينا الغبار، تراب له غبار، يعني الترابيزة دي قبل ما نمسحها كان ممكن تتيمم بيه لانها غبار، خدت بالك؟ لكن مفيش غبار خلاص، على كيس المخدة بتاعتك في البيت ما نظفهاش بقالهم اسبوع خلاص، والشباك مفتوح مليان غبار، اضرب عليه. على عتبة الشباك بتاع اوضتك اضرب عليه غبار كتير، الغبار كتير، اللي عايز يشوفه يروح اي حته كده ما حدش بينظفها والبول يلاقيه كتير. الحمد لله ببركاتكم قلت لكم العياده عندي مليانه غبار،
رحت والله لقيت الحاج صبري بعدها باسبوع نظفها كما لم ينظفها من قبل، فالحمد لله بركة هذا المجلس، ما عملهاش قبل كده. سبحان الله، كنت هاخدك العيادة عندي كنت تشوف الغبار على اصول، لكن الحمد لله ربنا هداه وعمل. ها يعني ايه ما يطلع؟ وانت لازم تطلع، انت دلوقتي حطيت ايدك كده كانت في غبارة، حطيت ايدك كده سابت علامة، يبقى طلع في ايدك خلاص، عايز ايه تاني؟ هتنهب؟ ده ما بيطلعش في ايدك انت عشان انت موسوس. بلاش وسوسه، حكايه سهل، عليه غبار عليه غبار، سهل، ما توسوس، ربنا رحمته واسعه. ويكون مسحوما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. والرابع اللي هو الاخير بقى الترتيب، يبقى النيه الاول وبعدين الوجه، طبعا النية لحد جزء من الوجه، وبعدين بعد كده اليدين إلى المرفقين. يعني ما ينفعش أضرب وأروح مسح دراعتي وبعدين أضرب وأعمل وجهي بعدها، لا، بالترتيب الوجه الأول. فهمت بقى؟ يبقى الترتيب ده مطلوب. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، سواء كان بيتيمم عن حدث أكبر بدل الغسل هيعمل كده. لأن إحنا ليه بيقول لك ليه هنا؟ لأن إحنا قلنا في الغسل الترتيب مش واجب، لأن الجسم كله جزء واحد. فاكرين في الغسل؟ لأنه الجسم كله محل للحدث، فأنت مش محتاج ترتيب في الوضوء في الغسل، لكن في الوضوء أنت محتاج الترتيب، مش كده برضو؟ لكن الغسل مش محتاج. طب افرض أنا بتيمم عن الغسل، أبقى محتاج ترتيب برضو؟ قال لك آه ترتيب، لأن أنت هنا مش بتتيمم في جسدك كله، أنت بتتيمم في أعضاء معلومة. فهمت إزاي؟ فلا فرق بين التيمم عن الحدث الأكبر ولا التيمم عن الحدث الأصغر، فالترتيب مطلوب في كله. واخد بالك؟ خلافا لان الغسل بالماء الترتيب غير مطلوب فيه على الفرضية ولا على السنية حتى، والوضوء الترتيب مطلوب فيه على مذهبنا خلافا للملكية. الملكية عندهم الموالاة هي المطلوبة والترتيب عندهم سنة. كالوضوء. ولو ترك الترتيب لم يصح. واما اخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. يعني علشان اخذ التراب واقول التراب اللي ماخده ده لازم يبقى للوجه الاول وبعدين اللي واخده، لا، يعني ممكن انا اضرب ضربه كده واروح ماسح وجه بايه؟ بكف اليمين كويس، وامسك كف الشمال اروح عامل بايدي اليمين واروح ضارب ضربه ثانيه عشان اعمل المرفق الشمال، وخلصنا على كده. يعني ما يشترطش ايه؟ الترتيب في الاخذ، فاهم؟ لكن الترتيب في الفعل. واضح؟ طيب. يعني انا ضربت بايديا الاثنين وقلت لابني ايدك الثالثه يا ابني اضرب معايا يلا باذني عشان تيممني، رحت انا ضارب مسحت بوجه وعملت ايدي وجبت ايد ابني قلت له امسح لين، تم كله في وقت واحد. فهمت ازاي؟ ابني، صديقي، الخادم اللي انا مشغله معايا، اي حاجه تمشي الحكايه. فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. وسننه نقف عليها، بس نخلص الفرائض النهارده. نقرا كلام الشيخ ابراهيم البيجور. يقول قوله وفرائده لما تكلم على الشرائط شرع يتكلم على الفرائض وهي جمع فريضة، والمراد بفرائضه أركانه التي هي أجزاء ماهيته. يبقى الفرائض اللي هي الاركان اللي هي اجزاء الماهيه نفسها اللي هي بتكون الحاجه اللي داخله فيه، انما الشرائط الحاجه اللي خارجه عنه. احنا قلنا الشرائط دخول الوقت، فدخول الوقت ده خارج عن التيمم نفسه، حاجه خارجه عنه. التراب اللي انا هستعمله، في بعض الناس استعملوا التراب قال لك التراب لا من اركانه لانه داخل فيه زي ابن عطيه وغيره، لكن الراجح معظم العلماء قالوا لا، التراب مش من اركانه كما لم نعد الماء من اركان الوضوء، ولكن في فرق هنقوله دلوقتي. يبقى الشرائط خارج شيء ضروري ولكنه خارج عن الشيء، زي الهواء بالنسبة لك، الهواء شرط لحياتك لكنه مش داخل فيك، لكن دماغك رأسك ركن فيك، لا نتصور انسان بغير رأس، مش
كده برضو؟ فدي ركن فيه. يبقى الرأس ركن لكن الهواء شرط. فهمت ازاي؟ كذلك العبادة لو كانت هي كائن حي يبقى الماء والهواء والحاجات دي لسه ما الشروط، امور ضرورية صحيح لوجودها لكنها خارجة عنها. واضح؟ لكن الاركان والفرائض داخلة فيها تكون ماهيتها. فهمت ازاي؟ جزء الشيء المكون لماهيته المحقق لهويته، يقولوا له كده. الركن هو جزء الشيء المكون لماهيته المحقق لهويته. كويس؟ ده الركن اللي داخل فيه. اما نيجي في الصلاه واركان الصلاه يبقى الحاجات اللي داخله فيه، شروط الصلاه الحاجه الخارجه عنها. شروط الصلاه مثلا طهاره الثوب، طهاره المكان، توجه للقبله، دخول الوقت، وهكذا. دي كلها حاجات خارجه عن الصلاه. لكن اركان الصلاه بقى اللي داخله فيها تكبيره الاحرام، قراءه الفاتحه، القيام لها، الركوع، يبقى دي اجزاء بقى داخله فيها بتكون هيئتها نفسها. خدت بالك؟ طبعا ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، ده الركن. قوله اربعه اشياء اي بحسب ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وعدها في المنهاج خمسه، منهاج الطالبين للامام النووي، ملخص للمحرر للامام الرافعي. الامام النووي لخص المحرر للامام الرافعي في كتاب سماه منهاج الطالبين، ففي منهاج الطالبين الامام النووي عدها خمسه. فزاد على ما هنا النقل، قال ان النقل نفسه ده ركن برضه. النقل، نقل التراب نفسه، عمليه النقل دي الحركه دي اعتبرها ركن زائد. كويس؟ فزاد على ما هنا النقل وهو تحويل التراب الى العضو الممسوح ولو من الهواء، فلو تلقى التراب من الهواء بيده او بكمه ومسح به وجهه اجزاه. وعدها في المجموع سته كمان، مجموع شرح المهذب للامام النووي برضه عدها سته. فزاد على الخمسه القصد، القصد في اثناء النقل انه يبقى يتيمم به، وهو قصد التراب لينقله، فهو غير النيه التي هي نيه الاستباحه كما سياتي. وعدها في الروضه، روضه الطالبين للامام النووي سبعه، فزاد على السته التراب. فهمت بقى؟ فهمت كلام الشيخ البيجوري؟ عشان ما تقرا في الكتاب ده تلاقيها اربعه، في كتاب تاني تلاقيها خمسه، في كتاب تالت تلاقيها سته، في كتاب رابع تلاقيها سبعه. فتعرف ايه وجهه نظر الفقيه. لكن القصد داخل في النيه. فالقصد لما تيجي تعدها يعني راي يعني النيه داخله فيه. ما هو انا طالما نويت يبقى قصدت. هي النيه اصلا هي القصد. مش كده برضه؟ فما فيش داعي ان انا افرد القصد غير النية، يعني ما فيش داعي وعده زيادة يعني، فهو داخل فيه. فزاد على الستة التراب. واعتمد المحشي ما في المنهاج تبعا للشيخ الخطيب الشربيني. الشيخ الخطيب الشربيني اعتبر ان هي خمسة، وقال ان النقل ده ركن برضه من ضمن الاركان، واعتمدها الخطيب الشربيني. والمحشي اللي هو البرماوي اللي هو حش على شرح ابن قاسم الغزي قبل الشيخ البيجوري اعتمدها ايضا وقال ان هي خمسه. لان القصد لازم للنقل، الواجب قرن النيه به، ولانه لو حسن عد التراب ركنا في التيمم لحسن عد الماء ركنا في الوضوء. وليه ما اعتمدش التراب؟ قال لك مقياسا على الوضوء، وانا في الوضوء اعتبرت ان الماء ركن. انا ما اعتبرتش الماء ركن، ده الماء ده وسيله من وسائل الوضوء وليس ركن فيه، ده هي الوسيله اللي انا بعمل بيها الوضوء. كويس؟ ما عدتوش. يبقى ليه انا اعد التراب في التيمم؟ يبقى التراب في التيمم زي الماء في الوضوء، مش هعده. واعتمد الشيخ عطيه ما في الروضه اللي هي ان القصد، اعتمد اللي في الروضة. في الروضة قال ايه؟ قال النقل. لا، وعدها في المناخ خمسة فزاد على ما هنا النقل. واخد بالك ازاي؟ في المناخ وهو تحويل التراب للعضو، وفي المجموع ستة، وفي الروضة سبعة اللي اعتبر فيها التراب. لما اعتبر التراب ركن في الروضة اعتبره الشيخ عطية، اعتمد الشيخ عطية ما في الروضة لأن القصد وإن كان لازما للنقل لكن لا يكتفى في عد الأركان بدلالة الالتزام،
هو بيقول لك ليه احنا نعد النقل ونعد كمان القصد؟ قال لان احنا في الاركان ما بنعملش بدلالة الالتزام، ده احنا عايزين نعد كل حاجة لوحدها علشان نشيل اي وهم، لان الفقه القصد منه ازالة اي وهم، انك انت تقول الامور بوضوح، ما تقولش حاجة وتعتمد على دلالة الالتزام اللي هي ملزوم الشيء اللي هو اللزوم العقلي، لا ده هو عايز ما تبقاش ليها لزوم عقلي، ده لزوم قولي نطقي واضح، لان قد يكون اللزوم العقلي ده يغيب عن بعض الناس، فهو اراد انه يعدها ليه؟ عشان يمنع في الفقه دلالة الالتزام، لان دلالة الالتزام في اصول الفقه مش في الفقه، دلالة الالتزام معتبرة في اصول الفقه ولا تعتبر في الفقه، ليه؟ لان اصول الفقه علم الخواص، والخواص هم العقلاء اللي فاهمين اللغة اللي يعرف دلالة الالتزام، لكن الفقه ده فعل العوام لازم تعلمه للناس كلها، قد يغيب عليه المعنى القصد خدت بقى، فلازم تقول له، وقد يغيب عنه كلمة النقل فلازم تقول له النقل ده رفض، فهمت ازاي؟ ده رأي الشيخ عطية. القصد انك انت قد اكون ان انا بنقل التراب هنا بقصد ان انا اجهزه ابقى اتيمم بيه بعدين، بخلاف ان انا لما بنقله علشان اوصله لوجهي، يبقى قد يكون النقل تحتمل احتمالات كثيرة، فلما باجي اعتبر ان النقل ده لاستعماله الان يبقى ده حاجة منفصلة عن النية اللي هي، فهمت المسألة؟ بس فهو بيراعي الحتة دي، لكن الحقيقة هي مركبة وداخلة ببعضها سهلة سهلة يعني. طيب يبقى هو قال اننا نقول ان النقل من الاركان علشان النقل ده يدل على انه من الركن بدلالة الالتزام لا بدلالة المنطوق، واحنا في الفقه نحب دلالة المنطوق، ده كلام الشيخ عطية. واننا كمان نقول التراب من الاركان لان في فرق بين التراب وبين الماء، بيقول لك وقد تقدم الفرق بين الماء في الوضوء والتراب في التيمم، الماء في الوضوء والتراب في التيمم، قالوا في باب الوضوء، فاكر زمان في صفحة 46 هات عشان انتوا ما تذكروش، بيقول لك في الوضوء ستة أشياء فرائده ستة أشياء، افتح في باب الوضوء فرائده ستة أشياء، جبتها في كتابك؟ فرائده ستة أشياء في باب الوضوء، بيقول ايه؟ عد وهو الماء، وزاد بعضهم سابعا وهو الماء، اعتبر ستة اشياء وزودها سبعة، اعتبر الماء من اركان الوضوء وهو الطهور، نظير عدهم التراب ركنا في التيمم، ورد رد الكلام ده، ترد ومش موافقين عليه ليه؟ بالفرق بان التيمم طهارة ضعيفة فجبرت بعد التراب ركنا فيه، انما الوضوء والماء عبادة قوية فمش محتاج اقول كويس لقوتها. والتاني وبان الماء غير خاص بالوضوء، ده المية بزيل بيه النجاسة، ده انا بغتسل بيه، ده انا بستحمى بيه، بتبرد بيه، بطبخ بيه، بشربه، ليا فيه اغراض كثيرة، واخد بالك؟ وبان الماء غير خاص بالوضوء فلم يحسن عده ركنا فيه، بخلاف التراب فانه خاص بالتيمم فحسن عده ركنا فيه. ده رأي اللي هم قالك هناك فرق يعني، وهو العلمك كلها خلافات لفظية مش معنوية يعني، لا ينبني عليها معنى كبير، لكن انا بقراها ليه معاك؟ علشان تعرف دقة الفقهاء ازاي بيناقشوا بعض، تقوم تعرف انت كمان المناقشات الدقيقة دي بتربي فيك العقلية اللي تفرق بين المشتبهات، لان المطلوب ان الفقيه يعرف يفرق بين الامور المتشابهة عند غيره، يطلع فرق عشان يعرف يميز يقوم يطلع حكم، ادي الحكايه كلها. انما اللي مش فقيه هو كله عند الايه؟ يقول لك كله عند العرب صابون لانه مش فقيه، فهمت ازاي؟ يلاقي بلوزه يفتكرها صابونه، يلاقي مهلبيه يفتكرها صابونه، يلاقي صابونه يفتكرها مهلبيه، يجي يجيب الصابونه ياكلها يلاقيها مش هي مهلبيه، الله ما ينفعش. لا الفقيه بقى يعرف الفرق، يحاول يفرق. وقد تقدم الفرق بين الماء في الوضوء والتراب في التيمم، فالمعتمد انه ركن فيه، ده كلام الشيخ عطية، المعتمد عنده انه ركن فيه. فان قيل
يرد على عد التراب ركنا في التيمم أنه يصير الجوهر الذي هو التراب جزء من ماهية العرض الذي هو التيمم. التيمم ده عرض. عرض يعني ايه؟ يعني فعل وانفعال، مش كده برضو؟ مش الأعراض ستة؟ الأعراض تسعة. الأعراض تسعة أشياء. عارف أنت الأقوال العشرة عند الفلاسفة؟ المقولات العشرة عند الفلاسفة اللي هو أخذ بها برضو العلماء، لأن دي عند العقلاء كلهم، إن كل موجود إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز، مش كده برضو؟ أي موجود يا متحيز غير متحيز. المتحيز جسم أو جوهر، والفرق بينهما إن الجسم مركب والجوهر غير مركب، كويس؟ طيب والغير غير متحيز اللي هي الأعراض اللي هي الكمية، زي الطول وزي الهيئة وزي اللون وزي النسبة وزي الملك، مش كده؟ وزي الفعل وزي الانفعال وزي اللون، ما احنا قلت لك عرض. عرض، ما انا بقول لك كل الحاجات دي اعراض. فاجابوها في بيت شعر كده عشان تعرف، يقول لك زيد الطويل الازرق ابن مالكي في بيته بالامس كان متكي، بيده عود لواه فالتوى، هذه عشر مقيلات سوى. زيد اللي هو نسبة للجوهر او للجسم المتحيز. الطويل اللي هو الكيف الكم، الطويل الازرق الكيف اللي هو اللون، مش كده؟ دي رموز عشان تفتكرها يعني. زيد يبقى المتحيز، الطويل اللي هو الكم، الازرق اللي هو الكيف، ابن مالك النسبة، نسبك، ما دي يعني بنسبك ده جزء يرى، يعني اقول لك انت ابن مين، مش كده برضه؟ من اني بلد، من اني حته، دي النسبه. ابن مالكي بالامس الزمن في بيته المكان كان متكي الهيئه، بيده الملك، بيده غصن، لواه الفعل، فالتوى الانفعال. يبقى كل دي اعراض، يبقى الاعراض تسعة، مش كده برضو؟ فيقول لك التيمم ده عرض والتراب ده جوهر، هعد ازاي جوهر مع اعراض؟ دي الحاجتين مختلفتين. التراب ده جوهر يعني حاجة جسم كده، فهمت ازاي؟ جوهر يعني له ايه؟ كثافة، له كثافة، ولو ذرة لا ترى بالعين المجردة، ما جوهر برضه، خدت بالك؟ يبقى التراب جوهر، والتيمم نفسه ده فعل عرض. فازاي انا اعد جوهر مع عرض واقول ان دي كلها اركان لشيء واحد؟ فهمت كلامه بقى؟ افهم بيقول ايه. قيل فإن قيل يرد على عد التراب ركنا في التيمم أنه يصير الجوهر الذي هو التراب جزء من ماهية العرض الذي هو التيمم، فهمت كلام الشيخ بقى؟ أجيب، نجاوب على الاعتراض ده بإيه؟ بأنه على تقدير مضاف، هو يقصد استعمال التراب مش التراب ذاته. لما بيعد التراب يقصد استعماله، واستعماله ده عرض. شفت بقى بيطلعوا من المأزق ازاي المشايخ؟ مشايخ ما يغلبوش يا عم، فاهم؟ يطلع من المأزق على طول. يقول لك ده انا قصدي استعمال التراب مش التراب، ده التراب ده رمز بس لاستعماله لا لذاته، والاستعمال ده عرض. يبقى احنا بنعد اعراض كلها مع بعضها، فهمت بقى كلام المشايخ؟ طيب على تقدير مضاف، اي استعمال التراب في مسح الوجه واليدين. احدها اي احد الاشياء الاربعه النية. النية أول واحدة النية، خد بالك، أي نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف. يبقى لو عايز أستبيح أي حاجة من دي وأنا ما فيش مية أروح متيمم، مش كده برضو؟ ها؟ لا الاستباحة، لأن هو لا يرفع الحدث. لو أراد بالحدث هو المانع صحت، لو كان فقيه وأراد بالحدث المانع
فقال نويت التيمم لرفع الحدث أي رفع المنع الناتج عن الحدث، صح هذه النية، بس عايزة فقيه. فهمت ازاي؟ بس يبقى النية أي نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف، والطهارة للايه؟ للحليل. واحدة مثلا كانت حائض فانقطع حيضها خلاص طهرت، ولا يجوز ان يقربها زوجها حتى تغتسل، ولا يوجد ماء، يبقى تتيمم لتحل. كويس، خد بالك ازاي تتيمم، يبقى هتتيمم برضو لشيء مفتقر لطهارة، اي شيء مفتقر لطهارة. ويصح ان ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر الى طهر، يعني يصح يقول نويت التيمم لاستباحة مفتقر الى طهر. كويس، ولا تكفي نية التيمم ما لم يقل عقبها للصلاة. ما ينفعش يقول بسم الله نويت التيمم ويسكت. تيمم ليه؟ ليه يعني؟ فهمت ازاي؟ ليه؟ ما انت لو تيممت لرفع المصحف عشان حمل المصحف دي ما تنفعش تصلي بيها فرض. فانت حتى لانها ضعيفة، نية ضعيفة، ها؟ نية بس ضعيفة، ما تنفعش يصلي بيها الفرض. فهمت؟ لكن لو عايز بقى يصلي لازم يصرح. ولو عايز يصلي فرض لازم يصلح بالفرضية. وهيصلي نفل يقول بالنفل. يعني في ثلاث مراتب. هنقولهم لك دلوقتي. ما هي محلها القلب، كل ده محله قلب، ما بقولكش تلفظ. أنا بس بفسر لك يبقى في قلبك إيه. لكن التلفظ عندنا سنة. وليس إيه ركن عند الشافعية. أيوة طب. ده لو كان التيمم ده للصلاة. ما هو لازم بقى، وهو بقى بينقل التراب اللي انت بتقوله ده قبل ما ينقل التراب اسمه قصد. لكن النية هو القصد المطابق ايه؟ للفرض. دي النية. انت خارج من بيتك جاي تصلي العشاء. لكن قابلت واحد صاحبك واشتريت حاجة وواحد سلم عليك. وبعدين تيجي تخش الجامع كده وانت غافل تقول الله اكبر، تقول ما هو ربنا عارف ان لا، لازم تنوي مع تكبيره الاحرام بقى، لان ده وقتها بقى كل اللي كنت فيه قبل كده قصد او عزم، تسميه قصد تسميه عزم. اللي قبلك في الشارع يقول لك على فين العزم، تقول له على الجامع هصلي العشاء، مش كده برضه؟ يبقى العزم هو القصد اللي هو قبل الفعل، والنيه الشرعيه هو العزم المطابق للعمل. فهمت ازاي؟ دي النية الشرعية. طب لو كانت النية الصبر جميل، هيقول لك كل حاجة. ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر، ولا تكفي نية التيمم ما لم يقل عقبها للصلاة، وإلا صح وصلى به النفل فقط ما لم يقل للصلاة المفروض. طب لو قال بعدها للصلاة صح بس صلى بها النفل فقط. كويس؟ وإلا صح وصلى به النفل فقط ما لم يقل للصلاة المفروضة، يعني يجب أنه هو يقول نويت التيمم لاستباحة الصلاة المفروضة عشان يصلي المفروضة. لكن لو قال نويت التيمم لاستباحة الصلاة مطلقا استباحت السنة النافلة ولا يستبيح الفرض. واضح كلام الشيخ؟ طيب. وإلا صح، يعني لو قال للصلاة مطلقا وصلى به النفل فقط ما لم يقل للصلاة المفروضة، وإلا يعني لو قال صلى به الفرض والنفل، يعني لو قال نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة خلاص، دي نية أقوى نية في التيمم، دي احفظها، دي نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة دي أقوى نية، تعمل بيها اللي ما يعمل، بس تصلي بيها فرض واحد وما شئت من نوافل، فرض واحد وما شئت من نوافل. واضح؟ ويعمل مس المصحف ويطوف ويعمل كل حاجه ويخطب الجمعه بيه، بس لما ينزل من على المنبر يتيمم تاني لصلاه الركعتين. فاهم؟ ها؟ ما الخطبه فرض منفصل.
واخد بالك؟ وبالتالي ها امال ايه ده، لو انتقد وضوء اثناء خطبه الجمعه ينزل ويروح يتوضى ويرجع تاني كم، ولو استمر بطلت الجمعه ما يجراش حاجه، الكسوف في الدنيا احسن من الكسوف في الاخره. ايه حلها؟ ما يخطبش، لا ينزل يستبيح، يعني يستنيب عنه واحد يقول له اطلع يا فلان اكل، لو في الصلاه يطلع من الصلاه وما يسلمش، ما يسلمش لانه خلاص خرج بمجرد انتقاد وضوء، واللي وراه يقول له اكمل الصلاه بالناس، يجي واحد يبقى امام مكانه. ايه؟ ما يضرش، ما هو مش شرط اللي يصلي بالناس هو الخطيب، مش شرط، لا مش من الشروط. سهل. ها؟ عندنا احنا بنتكلم، احنا شافعيه دلوقتي على ارضنا وبين جمهورنا، والامام الشافعي مدفون جنبنا هنا، ايه عايزين ايه يعني؟ فعلى ارضنا وبين جمهورنا، مش كده برضه؟ الامام الشافعي هنا على ارضه وبين جمهور، مفيش واحد من المذاهب الاربعه مدفون هنا الا الشافعي، الامام مالك هناك في المدينه، والامام ابو حنيفه هناك في بغداد ربنا يحررها، والامام احمد بن حنبل برضه في بغداد، والحكايه يعني احنا هنا بنتكلم مذهب الشافعيه بقلب جامد. لا في التيمم لا، لانه عباده ضعيفه، يقوم يستبيح به صلاه النافله بس، مس المصحف بس، يعمل اي حاجه سنه الا الفريضه. ما اعرفش، لكن لو دورت لابد هتلاقي. لابد هتلاقي، لان مذاهب كتيره، لكن احنا مذهبنا الشافعيه لا يستبيح. انما الاصل هو الخطيب. السنه، السنه الاكمل يعني، لانه هو اللي يصلي بالناس اللي خطب بيه الاكمل، انما افرض الخطيب ارهق صوته تعبه او راجل كبير واحنا عايزين نستفيد بعلمه، وفي غيره بيصلي تمام ما فيش مشكله، فنخليه هو اللي يخطب بينا نستفيد بعلمه، ونخلي شباب كده يصلي بالناس يبقى اسهل، وهكذا يعني سهل، مذهب الشافعيه سهل في الحته دي. بيقول هنا والا صلى به الفرد لو نوى يعني الفرد والنفل ولا نية فرد التيمم لانه طهارة ضرورة لا يصلح ان يكون مقصودا، يعني ما يقولش نويت فرد التيمم، ما يقولش كده، يقول نويت التيمم لاستباحة فرد الصلاة، مش يقول فرد التيمم، لان احنا في الوضوء قلنا لو قال بسم الله نويت فرد الوضوء صحت النية، مش كده؟ يقول لك لا في التيمم ما ينفعش تقول نويت فرض التيمم، في التيمم لأنه هو ليس عبادة مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها، فهم؟ التيمم غير الوضوء، الوضوء قد يكون عبادة مقصودة لذاتها بدليل إن الإنسان في أثناء الوضوء بتنزل ذنوبه مع آخر قطر الماء، يعني عبادة مقصودة لذاتها، مش كده برضه؟ بل احيانا الانسان يتوضا علشان يهدأ الغضب اللي هو فيه، يعني عباده مقصوده لذاته، انما التيمم عباده مش مقصوده لذاته، ده انت تملي بتتيمم عند فقد الماء عشان تعمل عباده، يبقى هو مش مقصود لذاته، فهمت؟ وعشان كده قلت نويت فرض التيمم لا تصح هذه النيه، لانه هي ليست عباده مقصوده بذاته، بخلاف الوضوء فهو عباده مقصوده بذاته، فهمت الكلام؟ ايوه متعين عليه، مفروض ان يتيمم، هو مفروض ان يتيمم، ليه؟ علشان يعمل العباده اللي بعده، وهو وسيله، وسيله لاستباحه، ما عشان كده بيقول نويت التيمم لايه؟ لاستباحه فرض الصلاه، فهو وسيله لاستباحه الفرض. انا ما بقولش نويت فرض التيمم ويسكت، فهم؟ لان هو نفسه مش مفروض عليه الا لو كان هيصلي. واضح؟ فهو وسيله. ده راي الشافعيه. في طبعا مذاهب تانية ناقشت الامور دي، لكن الشافعية احنا بنحبهم في الحتت دي، لان اللي يتيمم على مذهب الشافعية تيممه يسلك بيه في الحديد، يبقى يمشي على مذهب الاحناف ويمشي على مذهب، يمشي على كل المذاهب الا تيمم الشافعية، ده متين، وضوء الشافعية ده متين، تلاقيه صحيح على كل مذاهب المسلمين، فتاخد بالك منه. رحم الله الشافعية كان يحسن الوضوء، ستنا نفيسة قالت كده، عالم
قرت المذاهب كلها في الحتة دي وشافت الشافعي قايل ايه في الشغلانة دي، فلقيته ما يخرش المية. فقالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، يعني الطهارة، يعني باب الطهارة عند الشافعي باب متين، واخد بالك، خرج من كل خلاف. ولا نية فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا يعني لذاته، ولهذا لا يسن تجديده، لا يسن تجديد التيمم بخلاف الوضوء يسن تجديده. نعم إن أراد الفرض البدلي للأصلي صح، يعني لو أراد الفرض البدلي للأصلي صح، يعني أنا تيممت للجمعة فرحت لقيتهم خلصوا الجمعة أروح مصلي بدل الظهر بنفس التيمم، فهمت؟ محتاجش ان انا اتيمم تاني. نعم ان اراد الفرض البدلي للاصلي صح، صح تيمم، واخد بالك، يعني ان اراد بتيممي انه يصلي فرض بدل بدلي الفرض البدلي، واخد بالك، قال فرض الصلاة مطلقا فراح يصلي جمعة فلقاهم خلص فيصلي بدل هدو، واضح؟ وفعل به ما دون الصلاة وما في معناها فرضا ونفلا ولا نية رفع الحدث، يعني ما ينويش رفع الحدث زي ما قلت لك لأنه لا يرفع الحدث، ده بيبيح الصلاة مع بقاء الحدث، ولا نية رفع الحدث لأنه لا يرفعه. نعم إن قصد بالحدث المنع من الصلاة ونوى رفعا مقيدا بفرض ونوافل صح، لأنه يرفع المنع من الصلاة لا يرفع الحدث، يرفع الحظر، فهمت؟ رفعا مقيدا بذلك، ولا يجب أن يعين الحدث بكونه أصغر أو أكبر، يعني مش شرط تقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة عن الحدث الأكبر أو الأصغر، مش مشكلة، هو التيمم واحد في الاثنين. ولا يجب أن يعين الحدث بكونه أصغر أو أكبر، حتى لو تيمم بنية الاستباحة ظانا كون حدثه أصغر فبنى أكبر أو بالعكس لم يضر، لأن موجبهما واحد وهو التيمم. يعني هو قام من نومه وما يعرفش أنه هو احتلم ومتصور أنه هو سليم ومش لاقي مية، فراح تيمم بنية استباحة الصلاة، استباحة فرض الصلاة وقام صلى، هو ما كانش في باله أنه هو أصلا على جنابة، فراح بعد ما خلص الصلاة اتضح ليه كده ما يعيدش صلاة وتيممه صحيح، لأن التيمم اللي هو بيبيح الصلاة بفرض الصلاة هو نفس التيمم اللي بيبيح فرض الصلاة لو كان عليه ايه حدث أكبر واحد، تيمم واحد بيرفع الاثنين زي الغسل يرفع الاثنين، ما هو بدل عن الغسل واحد بس، ايوه، بخلاف ما إذا تيمم تارة وتوضأ تارة ناسية للجنابة فيهما فلا يعيد صلاة التيمم. بيدي لك صورة تانية، الراجل ده قام وناسي انه جنب فلم يجد ماء فتيمم لاستباحة فرض الصلاة فصلى، وبعدين جاء الوقت اللي بعده المية جت فتوضأ عادي، توضأ لصلاة الفرض اللي بعده، فبعد ما توضا لصلاه الفرض اللي بعده اكتشف انه كان جنب في وجد ايه ماني في ثوبه، فردوا لاخر نومه نامها، ما هو الفقه كده تردوا لاخر نومه نمتها، فلقى نفسه انه اخر نومه نامها كان الصبح وهو صلى الظهر بتيمم وصلى العصر بتيمم وجت الميه بين المغرب بين العصر والمغرب فصلى المغرب بوضوء، يقوم يعيد المغرب بس وما يعيدش الصلاة اللي صلاها بتيمم. شوف يعني الوضوء أضعف بقى، الصلاة اللي صلاها بوضوء يعيدها والصلاة اللي صلاها بتيمم ما يعيدهاش، أيوة لأن التيمم قام عن الإيه؟ عن الحدث الأكبر والأصغر، حجب عنه الاثنين، لكن الوضوء ما حجبش عنه الحدث الأكبر، فهمت؟ ودي حتة من المسائل الطريفة في الفقه. بخلاف ما إذا تيمم تارة وتوضأ تارة ناسيا للجنابة فيهما فلا يعيد صلاة التيمم ويعيد صلاة الوضوء، لأن الوضوء لا يقوم مقام الغسل بخلاف التيمم. وبهذا الغزا الجلال السيوطي بقوله، عملها فزورة سيدنا إيه جلال الدين السيوطي، عملها فزورة في شعر كده يقول لك إيه،
أليس عجيبا أن شخصا مسافرا إلى غير عصيان تباح له الرخص إذا ما توضأ للصلاة أعادها وليس معيدا للتي بالتراب خص؟ فهمت؟ مش عجيبة الحكاية دي؟ يعيد الصلاة لصلاة بتاعه ما يعيدهاش. إذا ما توضأ للصلاة أعادها وليس معيدا للتي بالتراب خص. وأجابه بعضهم بقوله، جاوبوه بالشعر برضه، كانوا علماء بقى، فقالوا إيه؟ لقد كان هذا للجنابة ناسيا وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص، كذاك مرارا بالتيمم يا فتى عليك بكتب العلم يا خير من فحص. قضاء التي فيها توضأ واجب وليس معيدا للتي بالتراب خص، لأن مقام الغسل قام تيمم خلاف وضوء هاك فرقا به تخص. فهم؟ يعني في فرق ان التيمم اما كم ايه الاثنين. شفت بقى رخ في القرن التاسع الهجري كانت فوازير المسلمين ازاي، وفي القرن الرابع العاشر الهجري فوازير المسلمين بقت بقيادة نيلي واخواتها. ليه؟ لان انقرض العلم، وهي طبيعة الدنيا كده، كلما قربت الساعة رفع العلم وقل العلم، فتلاقي جهل كده جهل. نسأل الله السلام. وفي بعض النسخ اربع خصال: نية الفرد، اي بدل قوله اربعة اشياء، اما قال اربعة اركان، يعني في بعض النسخ الاربع خصال، يعني بدل اربع ايه اركان. نية الفرد اي بدل قوله اربعة اشياء النية، ولذلك اخر الشارح قوله وفي بعض النسخ الى اخره عن قول احدها النية، فاندفع قول الشيخ عطية، وكان على الشرح أن يقدم قوله وفي بعض النسخ أربع خصال على قوله أحدها النية، والأمر في مثل ذلك سهل، يعني الكلام سهل في الترتيب. فإن نوى المتيمم، دي مهمة الحاجات دي، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، بيان لما يستبيحه المتيمم بتيممه. والحاصل أن المراتب ثلاثة، يعني مراتب النية في التيمم ثلاثة: مرتبة قوية قوي يستحل بها أي حاجة، ومرتبة الثانية يستحل بها اثنين بس، ومرتبة الثالثة ما يستحلش بها إلا الثالثة بس. هاخد بقى على حسب ضعف كل نية. الأولى، المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منظورة، لو قال نويت التيمم باستباحة فرض الصلاة ولو الصلاة دي منظورة، وفرض الطواف كذلك، وخطبة الجمعة لأنها منزلة منزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي، ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الإسلام، فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها، فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد. يعني افرض هو خطب أولا، بعد ما خطب أولا ظهر له أن يعيد الخطبة ثاني لأي سبب، نسي ركن من أركانها، رئيس الجمهورية جه حاضر كان متأخر وجه، وهيعيد بقى الخطبة تاني لأنه كانوا منتظرين، أو المسجد اجتمع فيه عدد كبير من الناس فلو كان أنهاها هيضيع الجمعة على ناس كتير، فبان له أنه من المصلحة أنه يخطب تاني. فهم؟ يبقى ساعتها يتيمم تاني، ساعتها برضه هيتيمم تاني، خدت بالك؟ ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الإسلام، فلا يصلي بالتيمم لها فرضا، ما يصليش بالتيمم للخطبة يعني فرض تاني، يعني لو هيصلي بقى فرض تاني يتيمم تاني. فهمت؟ ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها، فلا يخطب ثانيا، يعني فرض تاني زيها اللي هي خطبة زيها يعني، فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين، خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنها فرض واحد. ما هو الأربعين ده نصاب الجمعة عند الشافعية، يعني لو الواحد واقف على المنبر وشاف قدامه أقل من أربعين يصلي بيهم ظهر، ما يعقدش جمعة، يروح نزل من على المنبر ويقول لهم يا جماعة يلا قيم الصلاة يا ابني هنصلي ظهر النهاردة، ما عندناش رجال. فهمت؟ الشافعية كده عندهم 40 على الأقل، واخد بقى. فافرض هو قاعد يخطب الجمعة وهو راجل شافعي وتصورهم 40،
وبعدين بعد وهو قاعد بيخطب كده عدهم كده بعينيه، لا هم اقل من 40، ايه ده، دول 30. وبعدين ايه، ابتدى بقى الناس تيجي تهل، تكمل 40، هيخطب تاني بقى عشان تصح، يوم ينزل يتيمم تاني. فاهم؟ ايه؟ لان استهلكها في الخطبه الاولانيه، استهلكها في الخطبه الاولانيه. التيمم ده ساعته خطبه واحده، دي ساعته قدرت طاقته كده. فاهم؟ يا تبقى ناقصه لكنها مش بطله، لان اتفق الفقهاء على ان من ادرك ركعه مع الامام في اخر يعني ركعه كامله ولو ركوع الثانيه ادرك الجمعه، لكن ما تبقاش ياخد ثوابها كامل. المذاهب الاحناف 2 والامام 3 والامام يقوم يخطب فيهم الاحناف، والملكيه 11. واخد بالك؟ سهله يعني. هو تملي الوقت يعني، انا لما بطلع اخطب، انا عندنا في الجامع اللي انا بخطب فيه اول ما بطلع بيبقى قدامي حوالي 10 20، على ما بخلص الخطبه الاولانيه الاقي الجامع اتملى، لان طبيعه الناس بقت تيجي متاخر. طبيعه الناس ليه؟ مش عايزين يسمعوا حاجه، شبعانين سماع، عندهم تسمم سماعي، فهو جاي عايز يبقى بيأدي صلاته، عايز، واول ما الامام بس يقول امين وهينزل يخش يقلع الجزمه ويخش الله اكبر، الامام صلى يطلع جري. واخد بالك؟ فالناس بقى في عدد كبير من الناس كده، فهنعمل ايه؟ فاحنا بناخد براي الاحناف والملكيه مؤقت حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. وبصلي الظهر بعدها، بصلي ظهر كل جمعه لازم اصلي ظهر، لان قد لا تكون بدلا عن الظهر بالطريقه دي. فانا كل جمعه اخلص الجمعه اقوم اروح مصلي 4 ركعات ظهر، الله اكبر، بنيه الظهر طبعا اداء فرض. والشافعية كان زمان الإمام يخلص صلاة الجمعة كده ويسلم ويروح نقيم الصلاة والناس على صفوفها يروحوا واقفين يصلي بيهم الظهر كل الجامع، كانوا زمان بيعملوا كده في الأزهر. أيوه، بس لما طلعت الإيه الرغي الكتير بين الطوائف إياها اللي أنت عارفهم الذين لا يحترمون آراء المذاهب، فالعلماء قال لك يا عم صليها في البيت وخلاص ملناش دعوة، واللي يصلي الجمعه ويسقط عنه الظهر. فالامام احمد بن حنبل قال كده، واخد باله، ما يجراش حاجه، هو مذاهب، لكن اللي عنده علم. والامام النبهاني ليه كتاب مؤلفه في عدم سقوط الظهر عن من صلى الجمعه، فرض، ليه ادله، روح اشتريه وشوف ادله كتيره. ما هو قال لك عشان تسقط الظهر لها شروط، الشافعيه اشترطوها وهذه غير متحققة الآن. يعني عشان تسقط الظهر لازم يبقى ليها شروط غير متحققة الآن. شروطها إنه يبقى مش أكبر مسجد، إن تقام الجمعة في البقعة اللي إحنا فيها المدينة في مكان واحد. كويس؟ وعشان كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كل المساجد تقفل في المدينة ويجوا يصلوا عند النبي. فكانتش الجمعة متعددة، ومكة ما كانتش الجمعة متعددة فيها، كل المساجد تقفل ويروحوا يصلوا عند الكعبة. فتعدد الجمعة ده بدعة حدث بعد كده. كويس؟ فأنشأ عند الفقهاء مناقشة، هل إذا تعددت الجمعة وكثرت المساجد في البقعة الواحدة في المكان المتقارب، واخد بالك، هل تسقط الفرد عن الكل ولا لا تسقط الفرد عن الكل لتعددها بغير ضروره؟ واخد بالك المناقشه؟ فقالوا الشافعيه تسقط عن اول مكبر لتكبيره الاحرام في المدينه. يعني احنا عندنا 1000 مسجد في القاهره، شوف مين اللي قال الله اكبر الاول، دي انعقدت جمعته وسقط عنه الظهر، ولكن لا يعلم احد في المساجد كلها مين هو اول واحد، فلعدم العلم وجب على الكل يصلوا الظهر. كلام الشافعية كده، فهمت؟ ده وجهة نظر الشافعية.
هتيجي في باب الجمعة، هنشرحها في باب الجمعة إن شاء الله. لكن على أي حال نصيحة لوجه الله، صلي الظهر يوم الجمعة بنفسك منفردا، واخد بالك، إلا لو صليت في المكة أو في المدينة، ولا في مكة والمدينة بس، ثم تصلي الجمعة ما تصليش ظهر في مكة والمدينة. سهلة؟ ما احنا لسه أعيد تاني. طيب بعدين أما تيجي بقى باب الجمعة، الملكية عندهم لا تنعقد إلا في المسجد القديم، فما فيش جمعة منعقدة في مصر كلها إلا في مسجد عمرو، ده على مذهب الملكية عمرو بن العاص المسجد القديم. واللي عايز تنعقد جمعته يروح يصلي في مسجد عمرو بن العاص عشان ما يصليش ظهر، وبقية الملكية يصلوا في أي حتة ويصلي ظهر برضه. لا، المسجد القديم اللي هي في المدينة كلها، اللي هو أول مسجد اتبنى، واخد بالك، ده الملكية. هتخش في مشكلة، هخليك تصلي الظهر كل جمعة، انت اللي جبت لنفسك. على اي حال مصلحة، فرض الجمعة ده، فرض الظهر ده 70 يعدل 70 نافلة. طب ما انت بتصلي بعد الجمعة 4 ركعات سنة، مش كده؟ خلي 4 ركعات ظهر، هي بس خليتها ضربتها في 70 في الاجر. انوي بقى اداء، لا فرض الظهر اداء، الله اكبر، بس ضربتها في 70 بقت احسن من ال4 ركعات اللي انت هتصليهم بكتير. تمام؟ وعشان كده الفقيه تلاقيه ياخد ثواب كبير قوي باعمال قليل، والاقل فقها يعمل اعمال كتير قوي وياخد ثواب قليل بفضل العلم. ايوه، ربنا يعلمنا. الاولى فرض الصلاه ولو منذوره، وفرض الطواف وكذلك وخطبه الجمعه، دي خلصناها. الثانيه بقى، ينوي التيمم لاستباحه نفل الصلاه ونفل الطواف وصلاه الجنازه، لانه وان كانت فرض كفايه فالاصح انها كالنفل في المرتبه دي. المرتبه الثانيه دي لو نواها ما ينفعش يستبيح بها المرتبه الاولى، فاهم؟ طيب، والمرتبه الثالثه ما عدا ذلك بقى، بينوي التيمم لاستباحه سجود التلاوه، عشان كان بيقرا قران وجاء عند سجد التلاوه فراح تيمم عشان ايه؟ يستبيح سجود التلاوه، فدي نيه ضعيفه ما ينفعش يصلي بيها حتى نفل. امال ايه؟ وستر عوره وتوجه للقبله وطهاره المكان زي الصلاه. احنا بنتكلم سجد التلاوه لو بتقراه، لو سمعته يسن برضه طالما كنت منصت، لازم وضوء زي بقيه الصلوات. امال ايه؟ فان لم يوجد الماء تتيمم. ها؟ لا، ممكن تقضيها. وسجدة الشكر فيها خلاف. سجدة الشكر فيها خلاف. ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر. الشكر عندنا احنا زي سجدة التلاوة. عندنا احنا، لكن في بعض المذاهب قال لك لا، سجدة الشكر لا يشترط فيها وضوء، لأن دي أصلا شكر، حمد. ها؟ ايوه، زي بعض لعيبة الكرة تعمل، ما هو بيشكر ربنا لأنه لما جاب الجون ده هياخد كام ألف جنيه؟ ها؟ حاجة برضو اللي حق الواحد يحمد ربنا على النعمة. وقراءة القرآن، أراد إن هو يقرأ القرآن على طهارة وما فيش مية، يتيمم لقراءة القرآن. وقراءة القرآن من الجنب. أيوه طبعا، زي شروط الصلاة، إلا إن كان مسافرا فيبقى اتجاه دبته. ويسلم وملهاش تشهد. والتكبيرة بتاعتها، تكبيرة الإحرام بتاعتها لا يشترط فيها القيام. يعني ممكن تكبرها وأنت من جلوس. كويس؟ وتسلم منها على الراجح. في سجود التلاوة. تسليم، الراجح عندنا كده، الشافعية. تسليمتين، بس ما فيش تشهد. لا، في كل ذكر بقى يقال في السجود. اي ذكر تقوله صح، الدعاء اللي انت عارفه واللي انا مش عارفه ولو ما قلتش حاجه، ولو دعيت مطلق دعاء كله صح، واخد بالك؟ في وجه عندنا كده، في وجه عندنا ما فيش تسليم، والوجه الراجح انه في تسليم، ذكره الامام النووي في كتاب التبيان لاداب حملة القران، واخد بالك؟ في عمل فصل مخصوص في سجود التلاوه، قايل فيه كلام كويس. كتاب التبيان لأداب حمل القرآن، كتاب قصير كده صغير
وحلو جميل. اي واحد لو قراه، احنا في رمضان اللي فات ده قريناه مره في قعده واحده في 4 ساعات، مسكنا الكتاب كله قريناه في 4 ساعات وسجلناه حتى. اي، وقراءة القرآن من الجنب ونحوه، دي النية الضعيفة دي، ولو منذورة، ومس المصحف، وتمكين الحليل اللي هي واحدة حاضت وانقطع حيضها وأرادت أن تمكن حليل. فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه، واستباح معه جميع الثانية والثالثة. وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة، لكن الأولى لا. وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها فقط، وما ينفعش يعمل لا الثانية ولا الأولى، خلاص سهلة دي. قوله الفرض والنفل أي استباحتهما، كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة ونفلها، أو فرض الطواف ونفله، فهو على تقدير مضاف. وقول استباحهما أي الفرض والنفل عملا بنيته، أو الفرض فقط، يعني أو نوى الفرض فقط، أي أو نوى استباحة الفرض فقط، كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف، فهو على تقدير مضاف نظيره ما قبله. استباح معه النفل، أي لأن النفل تابع للفرض، فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى. إذا صلحت طهارته للأصل اللي هو الفرض، فللتابع اللي هو النفل أولى، مش كده؟ وقوله وصلاة الجنازة أي لأنها بمنزلة النفل كما تقدم. ليه؟ لأن أصل فرض الكفاية في جهة فرضية وفي جهة نفلية. جهة الفرضية انه هو يأثم لو ترك مطلقا، وجهة النفلية انه هو ليس على العين، على الأعيان، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فهم؟ فكمنه ليه جهتين، فقلنا إن نيته تميل للنفلية أكثر ما تميل للفرضية. أو النفل فقط أي نوى، أي أو نوى استباحة النفل فقط، كأن يقول نويت استباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف، فهو على تقدير مضاف نظير سابقه. لم يستبح معه الفرض أي العيني، الفرض العيني، لكن الفرض الكفائي لا، بخلاف الكفائي فيستبيحه معه لأنه بمنزلة النفل. فرض الكفاية زي صلاة الجنازة. وكذا لو نوى الصلاة أي فلا يستبيح معه الفرض، لو نوى الصلاة مطلقا، نويت التيمم لاستباحة الصلاة مطلقا، لا الفرض ولا نفل، فلا يستبيح معه الفرض، لأن الصلاة عند الإطلاق تنزل على أقل درجتها وهو النفل. ولذلك لو أحرم بالصلاة مطلقا، قال نويت الصلاة، الله أكبر، تنعقد صلاة نافلة ما تنعقدش فريضة. فهمت ازاي؟ لو قال نويت الصلاة مطلقا الله أكبر، وشغل في الفاتحة وقاعد بيقرأ وشغل صلاة، فهمت ازاي؟ تنعقد نافلة ولا تنعقد فريضة؟ ولذلك لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا، وكان على الشارح أن يقول أيضا أو نوى سجود التلاوة أو الشكر أو حمل المصحف أو قراءة القرآن من الجنب ونحوه أو تمكين الحليل من الحائض ونحوها، لم يستبح معه الفرض ولا النفل اللي هي المرتبة الثالثة، فيكون مشيرا للمراتب الثلاثة كما صنع غيره كالشيخ الخطيب. قوله ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب، يبقى النية تبقى مقرونة في أثناء قرن، دي مدة إيه وقتها زمنها، أي لأنه أول الأركان، وإن أسقطه المصنف، والمراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريد مسحه ولو من الهواء كما مر. ففي قول المحشي والمراد بالنقل وجود النية حال كون التراب على اليدين قبل مس الوجه به تسمح لا يخفى، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. الاستدامة ضعيف، الاستدامة ضعيف، استدامة النية دي وجوبها ضعيف، هو بس النية عند النقل، ولو عزبت عنه غربت ينوي تاني عند مسح أول جزء من الوجه، أما الاستدامة دي فمستحبة فقط لكنها مش ركن، واضح؟ ضعيف، والمعتمد الاكتفاء باستحضارها عند مسح شيء من الوجه، ولو عزبت بينه وبين النقل فلا بد من وجودها عندهما، عند النقل وعند المسح، لكن بينهما مش مهم، واضح؟ ولذلك يقولون لها محلان، عند النقل وعند المسح، ولم يكتفي بوجودها عند النقل لأنه وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه بل وسيلة للمسح. والتعبير بالاستدامة في كلامهم جرى على الغالب لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا، ولو أحدث
بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب ضعيف، والمعتمد أن له أن يمسح بس بشرط يجدد النية تاني قبل المسح. واضح؟ سهلة أن يمسح به بشرط أن يجدد النية قبل المسح، ويكون هذا نقلا جديدا. يبقى أنا هو خدت التراب وأنا في الطريق كده طلعت ريح، أنوي تاني ويبقى الحركة دي نقل جديد لحد ما توصل للوجه. فهمت ازاي؟ دي اسمها نقل، مش شرط من تحت. كما لو نقل التراب من الهواء ولو يممه غيره بإذنه مع نية الآذن عند النقل وعند المسح لم يضر، حدث أحدهما بعد النقل وقبل المسح ولا عزوب النية حيث استحضرها الآذن عند المسح كالنقل، ولا يشترط عذر في ذلك. يعني ممكن أنا أخلي واحد يأذن له أقول له يممني يا ابني هات شوية تراب وأنوي، وهو بيجيب التراب عند نقله أنا اللي أنوي بقى لأن أنا اللي هتيم، وبعدين وهو بينقل التراب كده طلعت أنا ريح أنوي تاني قبل المسح. فهمت إزاي؟ لأنه كله بإذني، لكن هو ضرب التراب قبل ما أذن له، واخد بالك إزاي؟ وجاء مسح لي فنويت وهو إيده عليا، إيده على وجهي نويت، ما ينفعش، لازم ايده قبل ما تمس وجهي عشان يبقى فيه نقل. فاهم؟ لازم انوي قبل ما ايده تمس وجهي. فهمت الكلام؟ لا ما ينويش، لا لا، ده هو بيسمع كلامك بس، اصبح آلة، اصبح كالآلة. يعني ممكن لو جيبوا لك الروبوت ده الانسان الالي وصل، تيجي بالريموت كده تظبطه وبتاع ويروح ضارب الارض بالنيه بتاعتك وتروح ماسح لك، بس خد بالك احسن يكون ايده تقيله يعور لك عينك كلها. بس تنوي في اثناء النقل قبل ما يمسك عشان يبقى في نيه في اثناء النقل. ايوه، ما هو النقل مش شرط يجيبه من الارض التراب، هو جايبه معاه وجاي، فانا انوي قبل ما يمس وجهي. فهمت؟ بس ايوه، عايزين نخلص الفرائض النهارده، فاضل لنا نص صفحه ان شاء الله عشان نبقى واقفين على السنه. والمعتمد انه ان له ان يمسح به بشرط ان يجدد النيه، مش كده برضو؟ فهنا بيقول ايه؟ اذا استحضرها الاذن عند المسح كالنقل، لما يحصل انتقد وضوءه فاستحضرها الاذن قبل ما ايه يلمس في اثناء النقل يمشي، ولا يشترط عذر في ذلك. يعني عذر في ان انا اخلي غيري يممني، ما يشترطش عذر، ممكن الاطه كده انا مش عايز احط ايدي على التراب، اليط بقى واحد باشا تعمل له ايه؟ في ناس بشوات كده يقرف، طب وهيصلي ازاي؟ يا ولد تعالى اخبط هنا، يا ولد تعالى هنا يمم. في ناس كده، ده انا بتجيلي عيانه لما ابنها يسلم عليها تقوم تغسل ايدها 5 مرات لما ابنها، في ناس يعني يقرفهم الهوى، واخد بالك؟ فمعلش، ما هو الدين برضه يحملهم، واخد بالك؟ يوصلهم برضه، ما يجراش حاجه، ما تقلقش. ولا يشترط عذر في ذلك لإقامة فعل مأذونه ولو كافرا أو حائضا أو نفساء، مقام فعله حتى لو حائض أو نفساء أو جاره المسيحي الكافر، كل ده ينفع يستعملهم لأنهم صاروا كالآلة. هتقول لي طيب ما هتمسه كده تنقض تيمم؟ يا أخي تلبس جوانتي، تلبس جوانتي، تحط إيدها في إيه؟ إذا كانت امرأة أجنبية تحط إيدها تحت فوطة وتخبط بالفوطة وتمسح له بالفوطة، يبقى ما مستوش، صح؟ عملية نظيفة 100%. ها؟ الزوجة محل شهوة، ما لولا أنها أجنبية ما صلحت إنه يروح يتجوزها أصلا، هو يروح يتجوز أخته. طب لولا إن هي ليست محرما له ما صلحت أن تكون زوجة له، مش كده برضه؟ بس لا كده. لكن يندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، يندب، بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز
طب عند العجز بقى مسكين عنده شلل في ايده مش قادر يحركها، يبقى عجز، يبقى ساعتها بقى يجب ولو بأجرة. راجل غني بقى وبتاع، يتفق مع واحد جاره، تعالى يا ابني كل ما تسمع اذان تيجي تيممني وحديك في الفرض 5 جنيه. يا ده حلو اهو، 25 جنيه في اليوم. فهمت ازاي؟ لا، ما احنا في مكان بقى ايه يبيح التيمم، او هو مريض مرض لا يستطيع استعمال الماء، اي حاجة بقى تفترض. ما انت راجل فقيه بقى وهو راجل غني، بلاش 5 جنيه في كل تيمم، انت بخيل قوي يا اخي. افرض هو راجل مقتدر يعني، تمام ما يجراش حد، هيديله 5 جنيه هيمشي، ما يجراش حد ولو بأجرة عند القدرة عليها. طالما عنده قدرة على الأجرة خلاص يدفع، لان خير المال اللي بينفق في طاعة الله. ده انت بتنفقه هنا عشان طاعة الله، لدرجة ان بعض العلماء قال لك ايه، قال لك ان القيام في الصلاة ركن من اركانها، ولو عجز عن القيام الا بمساعد وجب ان يستعين بمساعد ولو بأجرة المثل، يقومه ويقعده في الصلاة. شوف قد ايه، لان القيام في الصلاة في الفريضة يعني. وعشان كده كانوا زمان الصحابة لما بيكبروا يعجزوا يجيبوا ولاده يقيموه في الصف، ولاده يسندوه كده لحد ما يقيموه في الصف، وبعدين يقرا الفاتحة ويركع وبتاع، وبعدين لما يجوا قايمين يقوموه معاهم، يصلوا حواليه كده وهم قايمين، بعد كل ركعة يقوموه معاهم. كان كثيرة مشهورة بين الصحابة الحكاية دي لما كانوا عجزوا وكبروا، لأن بعضهم مات بعد 100 من عمر، وساعات كان يربط حبل كده ويشده، يشده كده يقوم وهو طالع عشان يساعد نفسه، او يحط العصايه جنبه عشان يجي يقوم عليها، او يحط ترابيزه جنبه يجي يسند عليه وهو قايم. كل دي وسائل ان هو يؤدي صلاه الفريضه في كمال من قيام، لانه عنده القدره على انه يقوم بس باستعانه. فهمت ازاي؟ ها؟ لا، مع القدرة تبطل الصلاة في الفريضة وتصح في الايه؟ يعني لو استند على عمود المسجد هكذا وهو يصلي في الفريضة، بحيث لو أزيح العمود لوقع بطلت صلاة، لكن لو لمسه عادي، لكن أو استند عليه خفيف بحيث حتى لو شالوه ما يقعش، صلاته صحيحة بس مع الكراهة. مع الكراهة بس. لو كان مستند عليه معا. لكن لو لمسه بس مش مستند عليه مش فيهاش حاجه ولا كراهه. في النفل خلاص ما فيهاش حاجه، ما هو النفل ممكن يصليه من قعود حتى مع القدره على القيام، بس بتقل الاجر الثواب، لكنه صلاته صحيحه. في النفل يجوز ان تصلي من قعود حتى مع القدره على القيام. كل الكلام ده في الفريضه، يعني صلاه التراويح من فيها لما يوم ما يجراش حاجه، لان انا في ممكن تصلي من قيام من قعود من الضغاع، انت حر تمشي، واخد بالك؟ بل ينقل غيره مرجوح، والراجح انه لا يتعين نقل غيره كما علمت، اللي هو لو انتقد وضوءه يعني في اثناء النقل فبيقول لك بل ينقل غيره، لا، قال لك لا بس ينوي تاني خلاص. والثاني والثالث اي من الاشياء الاربعه مسح الوجه ومسح اليدين، اي لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، مش الايه بتقول كده في التيمم؟ طيب. ولا يجب ايصال التراب الى منابت الشعر زي في الميه، بل ولا يندب ولو خفيفا لما فيه من المشقة بخلاف الماء. وقوله مع المرفقين خلافا للإمام مالك القائل بعدم اشتراط مسح المرفقين، وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، أي مع المرفقين إلى بمعنى مع يعني، كما في النسخة الأولى. فالغاية هنا داخلة، إلى دي الغاية، ولكن داخلة في المغية، يقول لك الغاية داخلة في المغية، مش كده برضو؟ نعم. ويكون مسحهما بضربتين، يعني مسح الوجه والكفين والى المرفقين بضربتين، اي لخبر الحاكم التيمم ضربتان
ضربة للوجه وضربة لليدين، ولأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا بدونهما فلا بد من ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، فلو ضرب بخرقة واسعة على التراب ووضعها على وجهه ويديه معا ومسح بها وجهه ويديه لم يكفي، بل لابد من نقلة أخرى، فهم؟ يمسح بها جزء من يديه ولو أصبعا واحدة، يعني نقلة واحدة تانية إن شاء الله يمسح حتة من إيده الشمال، كويس؟ يبقى لازم نقلتين، زي ما قلت لك ضرب هنا بإيديه الاتنين فراح مسح بإيده اليمين وجهه وإيده الشمال إيه اليمين، ويضرب ضربة تانية عشان يعمل إيده اليسرى، يبقى كده تمشي. ولو وضع يده على تراب ناعم، أشار بذلك أنه لا يتعين الضرب، يعني تعمل كده ضرب، لا ممكن تضع يعني. أشار بذلك إلى أنه لا يتعين الضرب بل المدار على نقل التراب ولو من غير ضرب. والرابع الترتيب، مهم الترتيب دي خد بالك، أي في المسح لا في أخذ التراب. يعني في المسح، يعني انا خدت ضربتين اهو، يبقى امسح الوجه الاول وبعدين ممكن نفس الضربه دي امسح بيها الدراع، وبعدين الضربه الثانيه بقى اكمل بقى الدراع الثاني، كويس؟ يعني الترتيب في المسح مش في ايه، في النقل. اي في المسح لا في اخذ التراب بدليل التفريع مع قوله واما اخذ التراب الى اخره، لان الفرض الاصل المسح والنقل وسيله اليه، ولا يشترط تعيين العضو في النقل خلافا للقفال وإن جرى عليه الخطيب. من العلماء الشافعية القفال والخطيب قالوا لا، ده الترتيب حتى في النقل. فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه، جاز أن يمسح بذلك التراب يديه على المعتمد. يعني أنا ضربته ورحت مسح وجهي، وبعدين أنا ذاكرتي ضعفت كبرت بقى، وضرب تاني وبعدين انا مسحت وجهي ولا ما مسحتش، وبعدين افتكرت بعد كده ان انا مسحت وجهي وانا كنت بضربه عشان امسح وجهي تاني على اني ما مسحتوش، اروح مسح بيه على طول، مش محتاج ان انا انوي لان انا كنت واخد ده للوجه، فهمت؟ خلافا للخطيب والقفال. الخطيب الشربيني والقفال قال لك لا يرجع تاني يضرب تاني، عشان المقصود انه هو بيضرب علشان يمسح ايه، فهمت؟ وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه فتذكر أنه لم يمسحه، فيجوز له أن يمسح به وجهه، واضحة دي برضه. فيجب تقديم تفريع على جعل الترتيب ركنا، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، يعني سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، يعني تعميم في وجوب الترتيب وقوله عن حدث أصغر أو أكبر، أي أو غسل مسنون أو وضوء مجدد وغير ذلك مما يطلب له التيمم. فإن قيل لو وجب الترتيب في التيمم الذي هو بدل عن الغسل مع أنه لا يجب فيه الترتيب، اللي هو الغسل لا يجب فيه الترتيب، أجيب بأن الغسل وجب في جميع البدن وهو كعضو واحد، فعشان كده مش محتاجين ترتيب، فلم يجب فيه الترتيب. والتيمم وجب في عضوين لا في جميع البدن، فأشبه الوضوء فوجب فيه الترتيب، على أن البدل لا يعطى حكم المبدل منه في كل وجه، يعني البدل اللي هو التيمم لا يعطى حكم المبدل منه اللي هو الغسل في كل وجه، فهمت؟ بدليل انك انت مش هتمرغ جسمك كله في التراب، مع ان الحدث الاكبر بياخد الجسم كله، فهمت؟ فلا يقاس عليه. ولو ترك الترتيب لم يصح، اي بالنسبة لمسح اليدين، واما مسح الوجه فصحيح. يعني انا تركت الترتيب، رحت ضارب ضربة ومسحت ايدي الاثنين، وضربت التانية مع النية ورحت مسح وجهي، يبقى كده اعمل ايه؟ التيمم بتاعي محتاج اضرب ضربه ثانيه عشان امسح الايدين بقى، لان الاولانيه لغو، الاولانيه لغو، فهمت ازاي؟ ولو ترك الترتيب لم يصح، اي بالنسبه لمسح اليدين، واما مسح الوجه فصحيح، فيعيد مسح اليدين كما يؤخذ مما مر في الوضوء. واما اخذ التراب مقابل للمقدر الذي ذكرناه بعد قوله والرابع الترتيب، وهو قولنا اي في المسح، وقوله فلا يشترط فيه ترتيب، يعني في أخذ التراب ما يشترطش فيه ترتيب، أي بل لو شرك مسح الوجه وبعض اليدين في نقلة واحدة كفى، مع الاحتياج لنقلة أخرى لباقي يديه. فلو ضرب تفريع على قوله فلا يشترط فيه ترتيب، وقوله جاز، أي ولا بد من نقلة أخرى ليمسح بها اليسرى، يعني لو ضرب كده وقلنا مسح باليمنى الوجه وباليسرى اليد اليمنى، يبقى يضرب علشان يمسح الثاني.
فلا ولا بد من نقلة أخرى ليمسح بها اليسرى، فصدق علي أنه لم يرتب في أخذ التراب للوجه واليدين، بل شرك مع الوجه إحدى يديه في نقلة وجعل النقلة الأخرى لليد الأخرى. ونقف على سنن. الحمد لله خلصناها. الحمد لله. سهل كده التيمم، سهل خالص مش كده؟ تقول بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، وضربة للوجه والضربة الثانية لليدين بالطريقة دي. شايف تعمل كده وتروح نازل كده وتروح راجع كده، شايف الحتة دي لسه سليمة، تروح جايبها على الحتة دي كويس، ودي لسه ما مستهاش شايف فيها اطرابها، تروح عاملها كده، وبعدين اللي في الكف ده تروح جايبه كده على الوش، يتبقى اللي في الابهام ده تروح جايبه على ظهر الابهام ده. سهلة بس، قوم صلي بقى. ما هو اهي كده، ما دي وهي بتمسح دي متمسحت بيها، اي ما هي اتمسحت بيها مش كده، مسحت ومسحت، مسحت واتمسحت، فهمت؟ ما هي المسح والممسوح اهي، انا ضربت اهو، فدي انا بمسح بيها دي اهي، واروح ماسح كده كويس، يبقى انا بمسح هنا والكف ده بيتمسح بقى، واجي على الباطن ده اروح جايبه كده اتمسح، ناقص الحته دي اجيبها هنا كويس، وهنا بمسح بيها بقت مسح وممسوح. سهله. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله نستغفرك. ها ايوه الفريضه وكله. ما هو ايوه ده علشان مش فقيه، عشان هو مش فقيه، لكن لو فقيه هينوي لاستباحه فرض الصلاه. لكن هي الصوره هنا امتى؟ انا بقرا قران قبل الاذان وما فيش ميه، وانا مش عايز اقرا قران على غير طهاره، فاروح متيمم لقراءه القران، لان انا ما ينفعش اتيمم لفرض الصلاه الا بعد دخول الوقت، فهمت ازاي؟ فالصوره تيجي هنا، فيبقى ساعتها بتيمم لقراءه القران وسجود التلاوه، ولما يدخل الوقت بتيمم لاستباحه فرض الصلاه. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم